بعد فرح الفنان أمير شاهين وفرح رجل الأعمال باسل صماقيا، النهاردة الفنان والموسيقار الشهير هاني مهنا يحتفل بعقد قران بنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح ابن الفنان الراحل خالد صالح، وبيحتفلوا بعقد القران في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس في حفلة بسيطة اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، واللي منهم الفنان محمد الشرنوبي والفنانة بوسي. بدأ الوسط الفني ينشر تهنئة للعروسين، واللي من ضمنهم الفنان أحمد فهيم اللي نشر على حسابه على الفيسبوك صورة بتجمعه بالعروسين وعلق عليها: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح اتخطبوا من حوالي 10 شهور في حفلة عائلية بسيطة حضرها عدد صغير جدا من الفنانين، واللي من ضمنهم الفنان تامر حسني. والجدير بالذكر ان اخر الاعمال الفنية اللي جمعت بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح هو مسلسل الفتاوى اللي اتعرض في موسم دراما رمضان 2020، واللي كان ببطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر. تعالوا نشوف أحدث اللقطات اللي اتصورت من الحفل اللي شغال دلوقتي في التجمع الخامس.